حفلة أفضل لاعب في أفريقيا لا تقام في مدينة الغردقة في مصر الحبيبة العظيمة، البلد الأمن والأمان، واللي إن شاء الله هتستضيف أو استضافت بالفعل أساطير أفريقيا اللي كانوا موجودين من النهاردة في مباراة تحت سفح الأهرامات، واللي كان موجود فيها نجوم مصر ونجوم أفريقيا، كابتن أحمد حسن عميد لعيب العالم، والكابتن وائل جمعة، وأيضا رابح ماجر وكالوشا بواليا، والحاج ضيوف كتير جدا من النجوم اللي كانوا موجودين. كابتن حسن شحاتة أيضا واحد من أساطير الكرة الأفريقية، حقق 3 أمم أفريقيا، وبنتكلم في أسماء كتيرة جدا جدا موجودين زي ما نجحنا في 2019 في أمم أفريقيا طبعا للكبار، وايضا للمنتخب الاولمبي نجحنا ايضا او هننجح ان شاء الله باذن الله تعالى في اقامه حفل الافضل في افريقيا علشان تكون ختام مسك للرياضه المصريه ولبلدنا مصر من حيث التنظيم ومن حيث اظهار للعالم كله ان مصر قادره على تنظيم اي شيء مهما كان حجم الحدث ومهما كان صعوبته في تنظيم. طبعا يعني حابب ان انا اتكلم سريعا عن الموضوع ده، لكن مش حابب ان انا اتكلم واطول فيه، لكن حبنا الكبير جدا لمحمد صلاح وواحد من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، لكن الاخبار المتداوله في الوقت الحالي ان محمد صلاح مش هيكون موجود في حفل الافضل في افريقيا. طيب محمد صلاح بنحبه جدا وبنقدره جدا وبالنسبه لنا مثل كبير، لكن لحد دلوقتي ما فيش حاجه اتاكدت او تم تاكيدها ان محمد صلاح هيكون موجود في الحفلة ولا لا، لكن نتمنى كواحد مصري وككل المصريين وان الحفلة مقامة في مصر ان محمد صلاح يكون موجود، علشان هتكون من اهم الاسباب اللي هتنجح الحفلة هو وجود محمد صلاح. طيب الجزء الثاني من المشكلة او من الموضوع المطروح الخاص بمحمد صلاح ان ساديو ماني تم تسريب بعض الاخبار ان ساديو ماني هو المتوج بلقب افضل لاعب في افريقيا. حتى لو الخبر ده صحيح فاكيد زي ما حضراتكم عارفين او زي ما كابتن محمد صلاح عارف ان كل شيء في كره القدم مكسب وخساره. كسبت سنتين وسنه منهم كنت في السنغال مع ساديو ماني، وساديو ماني كان حريص ان هو يكون موجود وحصل على المركز الثاني، وحصلت انت على لقب الافضل في افريقيا، وبالتالي روح رياضيه هكون طيبه منك جدا جدا يا كابتن محمد ان انت تكون موجود مع ساديو ماني، ان انتوا في فريق واحد وان انتوا عندكم بطولات اهم، وطبعا الجوائز الفرديه شيء مهم، لكن اللقب الجماعي او الالقاب الجماعيه هي الاهم في مشوارك كلاعب مميز جدا في الدوري الانجليزي وكلاعب في ليفربول، ان انت عايز تحقق لقب ما تحققش بقاله 30 سنه هو لقب الدوري الانجليزي الممتاز. علشان كده بقول ان محمد صلاح لابد ان يكون متواجد مع زميله ساديو ماني قبل ما يكون واحد من ابناء مصر، واحد من ابناء مصر اللي لازم يكون حريص هو كمان على ان الحفلة تنجح وتخرج بمنظر مشرف، علشان وجوده كمصري وكمحب وكواحد من اساطير الكرة الافريقية اللي حفروا اسمهم باسم من ذهب لازم يكون موجود علشان ينجح الحفلة. عدم وجود محمد صلاح مش هتكون لطيفة، مش هتكون ظريفة، وفي نفس الوقت انا خايف ان هي تتفهم بشكل غلط وممكن تكون سبب من اسباب بعض الخلافات وبداية المشاكل ما بين محمد صلاح وساديو ماني في فريق ليفربول، ودي كانت جزئية مهمة جدا جدا. أنا بقول وجهة نظري وبقول وجهة نظر الشارع المصري، الشارع المصري الكروي، الناس البسيطة اللي بتحب الكورة اللي بتحب محمد صلاح وبتقدره. عمرنا ما هنهاجم محمد صلاح ولا عمرنا هنتكلم عليه بأي شيء وحش مهما وصل الأمر، لكن دورنا كإعلاميين وكمحللين ورياضيين وبنحب كرة القدم وبنحب محمد صلاح وبنحب مصر ان احنا نتكلم ونوعي ونفهم الناس ان مش معنى ان محمد صلاح ما جاش ان احنا ناخد موقف، بالعكس ممكن طبعا يكون في يعني اي شيء احنا طبعا مش عارفين في الاول وفي الاخر، لكن بنتكلم من وجهة نظرنا الاعلامية اللي احنا عارفينها واللي باينة قدامنا. تاني هعيد وازيد، حبنا لمحمد صلاح طبعا مش هيخلينا ان احنا ما ننتقدش تصرفات محمد صلاح، النقد الإيجابي النقد البناء إن محمد صلاح لازم يكون موجود حتى لو مش هيفوز بالجائزة، ابن مصر وزميل ساديو ماني في فريق ليفربول، وأيضا نجاحه زي ما هو خايف إن احنا نكون حريصين على إن الحفلة تنجح وخايفين وبنعمل أقصى حاجة عندنا علشان الحفلة تنجح وبنسخر كل المعدات وكل الأدوات وكل من هو في مصر مسخرا
للأحداث وللمعدات وللإكويبمنتس وللعوامل البشرية والطاقة البشرية اللي موجودة علشان الحفلة تخرج بنجاح. فأنت يا محمد صلاح واحد من أبناء مصر، كن حريص زينا أن الحفلة تخرج بنجاح، فلازم تكون موجود علشان تبارك لو الكلام ده حصل. الكلام ده احنا لسه ما نعرفوش صح ولا لأ، وممكن أنت اللي تكون كسبان، الله أعلم. لكن أخيرا طبعا رياض محرز اعتذر رسميا عن تواجده في الحفلة بسبب ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بسبب أو في أحداث كأس الاتحاد الإنجليزي. وكمان يوسف البلايلي أيضا كمان مش هيكون موجود بسبب ارتباطه مع فرقته بمباريات في بطولة الدوري. لكن غير كده ما عندناش أي اعتذارات تانية هتبقى موجودة من اللعيبة المرشحة. ساديو ماني هيكون موجود طبعا في جائزة أو الترشيح لأفضل لاعب أفريقي بشكل عام داخل القارة. يوسف البلايلي مش هيكون موجود، وبالتالي عندنا اتنين لعيبة بس اللي هيكونوا موجودين من الجائزة. أما باقي الأساطير والنجوم كمان سيرجيو راموس في كلام على أنه يكون موجود بكرة. يعني إن شاء الله كده هنا في قناة الأهلي نحاول نكون موجودين مع حضراتكم لحظة بلحظة من جوه الحفلة علشان نتكلم معاكم ونقرب لكم الأحداث والأجواء والنجوم اللي حضراتكم بتشوفوها في التلفزيون كلها. إن شاء الله نحاول إن احنا نجيبها لحضراتكم على قناة النادي الأهلي أو شاشة قناة النادي الأهلي. في نجوم خارج القارة لكن هم أساطير، يعني بنتكلم في فيرون جوركايف، بنتكلم في أرسن فينجر، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. ناس كتيرة حريصة إنها تكون موجودة في حدث، يعني كفاية إن أنت موجود في مصر أول يوم تكون تحت سفح الأهرامات، تاني يوم هتكون موجود في مدينة الغردقة علشان تكون في واحدة من أجمل البلاد اللي موجودة في العالم أو المدن اللي موجودة في العالم، بحر الأحمر، وحدث كبير ورياضي إن شاء الله يكون الأضخم والأحلى والأحدث في تاريخ تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا كلها. نتمنى التوفيق لكل القائمين على الحفلة، نتمنى التوفيق للدولة المصرية اللي تعبت